يا اخوان لي فترة حلو كنت اظن وكنت اشك ان حظي شين، لكن حاب اقول لكم اني تأكدت الاسبوعين هذا. اي والله الحمد لله تأكدت ان حظي شين، حظ ما عاد في حظ، حياة ترى للي من جرف دعدينة ويا قلب لا تحت بعد الله الحمد لله متفائل، لا ازال متفائل. اسوأ السالفة يا اخوان انا قبل اسبوعين تمام كنت واقف عند التميم، ترى السالفة حرفيا باثباتات بادلة حلو عشان لا حد يجيني يمكن اجيب المصحف احلف عليه، لان لي اسبوعين انا ضايق صدري بسبب السالفة دي وحالتي النفسية مندمرة. ايه والله والله قاعد اضحك لا زال ما عليه، اهم شيء اهم شيء اهم شيء القناعة. المهم قبل اسبوعين كنت عند التميمي، فكنت واقف وجيت نازل الا والله لقيت حرمة كبيرة بالسن وجات قالت كبيرة مرة يعني عمرها 38 39 37 قريب 40 زي كذا. المهم جاتني قالت يعني يا ولدي يعني يا ليتك تساعدنا وذا ما عندنا اكل بالبيت. عرفت الشعور اللي جاني، اللي الشعور اللي الوازع الديني جاني، الوازع الديني قال لي يا فارس ما نقص مال صدقة، وعرفت اللي كذا بغيت ابكي عنده من كثر ما صرت افكر. نظرت فيها قلت ابشري يوم ايش تبين، قالت ابي اقضي وما اقضي، قلت ابشري خذي ابشري راح يقضي. قالت طيب بس عندي بنت عمي معايا في نفس البيت، يعني احنا عايشين اسرة كبيرة في نفس البيت، وش بنت عمي يعني عادي يعني انها يعني تيجي تقضي معي. قلت اوكي خذي راحتك. يعني انا وجاب بالي جاب بالي انها بتاخذ سلة صغيرة، عرفتوا السلة هذه الصغيرة اول ما دخلنا اللي كل وحده ماخذ عربيه، عرفتوا توجيري بتطلع العيون ثم ترجع. انا كان في نظارات اشمل ما طلعت، ضاق صدري والله يا ضاق صدري مشيت العربيتين. قلت يوب 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 الوازع الديني ما اشتغل اليوم، ناظر الا والله كل وحده عربيه، وعرفت وانا ناظر اللي والله يقشون قش، عرفتوا قش قش يعني مو يعني قاعد استغرب. انا في رمضان انا ما ادري اشوف ايش عرفتوا اللي ياخذون يحطون. المهم انا وخرت بعيد قلت خلهم ياخذوا الراحه، خلاص انا سويت شيء لله فخله لله. ورحت جلست قالت جاتني قالت وين نلقاك يعني لا جينا الحاسب. قلت انا بنتظركم هنا، طبعا عند التبيبي في جلسات يعني بين البوابتين، فجلست انا انتظر. والله وانا جالس شوي جلست كذا حق قبل الساعه شوي جاتني قالت لي يا ولدي خلاص يعني احنا قضينا وكذا يعني يجي وجا وقت الحساب. انا رحت يوم رحت اشوف الحساب وكذا اناظر في السله الا والله فحم، طماطم ما في، بصل ما في، ماخذين حاجات عرفتوا اللي حاجات غاليه فهمتوا وماخذينها ليه ما ادري، يعني حاجات ما هي حاجات مستلزمات بيت عرفتوا اللي الناس يحتاجونها في الاكل. اناظر وهم يحاسبون يحطون الاغراض قدامي تمام، فانا ناظر بعدين التميمي منتجاتها امريكيه فهم قاعدين ياخذون حاجات غاليه، فوقتها اشتغل فيني تحريات الكلب فعلا، وفي نفس الوقت اشتغل فيني ايش السلام الامني وفوقها فيصل عبد الكريم. قلت تدري يا فارس خلوا يحاسبون، انا عرفت الخطه كذا جاري كذا انهم بياخذون الاغراض ولو اخذوا الاغراض بيروحون البقاله التميمي الثاني بيرجعونها، واضحه يعني واضحه واضحه الخطه واضحه. انا شفت زي كذا لا انا كذا اخربها، ايش اسوي؟ قعدت افكر افكر تحريات الكلب، قلت خلني اركب السياره وراقب يعني ابى اشوف وين يروحون. المهم والله خليتهم يروحون، شفتهم ركبوا تاكسي، يوم ركبوا التاكسي وعدى من قدامي طبعا هم ما شافوني ما شافوا سيارتي، جيت وراهم طبعا هم ما جو مع الشارع العام جو مع الحاره من وراء، فخلاني زياده اراقبهم واتاكد انهم بيرجعون البقاله ثانيه. وشو؟ يعني يوم جاء الحساب يوم جيت احاسب 1200 ريال قلبي عور 1200 ليه في رمضان؟ مقاضي بيتنا في رمضان وبيتنا كله عيال كنا حلقه تعبيض ما شاء الله تبارك الله ما وصلت 1200. سكت قلت خلي الفاتوره معهم. المهم يوم راحوا مع التاكسي يدخلون مع العواري وانا وراهم، فطبعا اروح بعيد ثم ارجع ثم فهمتوا يعني عشان لا يشكون ابدا حتى سواق التاكسي ما يشكون في احد وراه. المهم والله وانا وراهم يروحون يمين على يمين يروحون يسار على يسار وراهم، فجيت شغلت اللوكيشن تمام كتبت التميمي، طبعا التميم اللي قريب بيتنا خلاص في اثنين في واحد وفي واحد حي ثاني يعني قريب، فهم رايحين على الطريق الثاني واضح في اللوكيشن عندي، عرفت انه الله بيرجعونا. ايش قلت انا؟ قلت انا بروح هناك اذا شفتهم بيرجعونا كلنا امن وابلغ واصور بعد يمكن
فيصل عبد الكريم اشتغل في قلبي. بس ليتني ما لحقتهم وليتني ما رحت وليتني. يوم لحقتهم وذا وقفت عند إشارة. طبعا هم قدامي وفي مسافة بيننا، أنا واقف عند إشارة، عرفت اللي كذا قاعد أفكر أقول يلا الحين أطرحهم شفت حرية الكلب وأصور وكلنا أمن. وبعدين أعلم الناس في السناب، والله إني كنت شايل هم، كنت بقول لكم انتبهوا من الناس اللي زي كذا، فهمتوا؟ خلاص أنا تعديت المرحلة. أنا واقف والسيارة بيني وبينها مسافة شوي، اللي طالع اليمين أسمع الناس الدقبوري، والتفت على اليمين اللي طالع، والله العظيم يا جماعة بدون مبالغة سيارة مدحدرة ما فيها سواق ولا فيها أحد، شيطاط دتوب. طبعا يوم صدمني الإنسان العاقل ايش يسوي؟ ينزل من السيارة يشوف سيارته. أنا سويت زي كذا، ليه سويت زي كذا؟ لأنه ما لها داعي يعني، زود على اني مراقبهم، انطرح اني مراقبهم يعني، اللفلف اللي لفلفتها كله، وزود على هذا كله لا انا اللي اخذت اجر ولا انا اللي طرحتهم ولا انا اللي سلمت سيارتي، انصدمت ابشركم. والحمد لله فبعد ما انصدمت قعدت كذا حق دقيقتين، عرفت ارفع راسي اشوفهم راحوا ولا لا، لان ما له داعي خلاص انا انصدمت، بس فوق على هذا انقفط احسب سيارتك تقول علي، فقلت لا انطرح، بس انا حسيت اني انطرحت ما ادري ليش. المهم وانزل اطالع الا والله السياره ما فيها سواق، اخينا بالله وقف السياره بدون بريك، ما حط البريك وكانت في موقف يعني ما راح تتحرك، بس الله اراد انها تتحرك يعني اخيرا الحمد لله على كل حال. يوم جرى على السياره قال لي والله السياره حقتي تركت سيارتك كلها وجات سيارتك قطعت فيه، قلت له والله ما تدري يا الغالي كله من تحريات الكلب، بيني وبين نفسي قاعد اقول. فيا اخوان انا صدمت بسيارتي الحمد لله على كل حال. اي هذا اللي كنت بقول مضيق صدري. والنصيحه الثانيه يا اخوان، لا حد يثق ابدا في يوم من الايام حلو بأي واحدة مثلا تجي تقول انه ابغى اشتري وانه محتاج. عند التميمي مرة واحدة، يعني التميمي كل منتجات امريكية يعني، وانا كيف صدقت ما ادري والله. وفي السالفة هذه كلها اللي بقول يا اخوان، ترى انا لا انا اللي اخذت اجر ولا انا اللي سلمت سيارتي ولا انا اللي طرحتهم، لا وزيدكم في البيت انقفط منهم متأكد، لان الصدمة قوية كانت والله، صقعتها قوية كانت. اللي بقول يا اخوان اللي بينوي شيء وانا صادق اول مره اتكلم كذا يعني اتكلم بشيء يعني اتكلم بشيء ان شاء الله انكم تفهمون، اي احد بينوي شيء لله انوى لله ولا عد عليك باقي، خلاص ما دخل ما امك دخل، لا تسوي زي تحريات كلب فيصل عبد الكريم والله. واذا حد سالكم من اوطى حظ تاكدوا بدون اي تفكير، قولوا له فارس بشير. اي نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله والله الحمد لله خيرة الحمد لله، أقول لي الحمد لله الحمد لله حياتي الحمد لله أنا ماشي الحمد لله إني بصحة، بس الحمد لله حتى الصحة أوقاتها والله والله يا أخوان مضايق لو أوريكم السيارة الحين. راح يشترون فحم، ما أنتوا لاقين تاكلون تشترون فحم يعني مثلا ما انتوا لاقين تاكلون تشترون فحم تشترون فيه بخور تحطون فيه بخور، البخور غالي ما طرب بالي الا شيشه والله انا عندي القام سهرانية على حسابي وانا مصدوم بسيارتي وحالتي حال، يلا الزبده خلاص انا كثرت يوم بليك بالسياره الحمد لله على كل حال الحمد لله. جلطك زياده بالحظ الردي عشان لا حد يجي يتحدى في الحظ الردي، اللي صدمني مو مؤمن وانا تاميني منتهي، هيا شيل يلا اشيل مع الحظ الردي مره عادي. اصلا يوم جاء طالع فيه قال سيارتي تركت السيارات كلها وجت سياراتك الحمد لله ادري جاني صاير اضحك خلاص جاني تبلد والله العظيم يا دنيا مش كذا.